حقائق وأرقام. لا يوجد حد للمنجزات التي حققها الإنسان في الرياضة، فمنذ بزوغ فجر الحركة الأولمبية الحديثة والبشرية تتطور في أرقامها وأوقاتها ومسافاتها وأطوالها، حتى ازدادت إنجازاتها بمقدار 10% منذ البداية إلى الآن. الحد القاطع. تصنف منظمة الصحة العالمية أمراض القلب والدم على أنها من أكثر أسباب انتشار الوفيات في العالم، والمشكلة الكبيرة وراء مشاكل ارتفاع الضغط وعدم انتظام ضربات القلب والتداخلات الأخرى التي تنذر بوقوع مرض قلبي هي أن نكتشف هذه العلاقات قبل أن تتطور بشكل يهدد الحياة. ولا تعد مراقبة القلب جديدة، إلا أنها تجري عادة في المشافي المؤهلة بكادر من أطباء القلب، فهذه العملية تستغرق وقتا إضافة إلى ارتفاع كلفتها وإلى تسببها بالقلق والخوف غير اللازم من ظهور نتائج غير سليمة. أما الجهاز الذي يركب على صدر هذا الرجل فقد تم تصميمه ليستخدم في جراحة يجريها طبيب الأسرة. سيقوم هذا الجهاز بكشف ما يقوم به القلب على مدى 24 ساعة كاملة ويعطي نتيجة مباشرة للأطباء. أمر في غاية البساطة، لكن هذا التقدم التقني سيسهم في إنقاذ الحياة. تقوم سلسلة من معالجات الحاسوب ضمن الجهاز بالتعرف على نموذج التشوه في عمل القلب. عندما يعود المريض إلى إجراء الجراحة بعد 24 ساعة، يوصل الجهاز أولا إلى طابعة تعطي نتائج اليوم السابق مباشرة. أثار هذا الجهاز اهتمام الأطباء لأنه سهل الاستخدام في جميع أنحاء العالم. خصائص شعب. هذا يوم قبض الرواتب عند النسوة العضوات في جمعية تعاونية زراعية ناجحة اسمها مجموعة مامن كاسي في قرية كانياي في بتسوانا الواقعة في جنوب أفريقيا. قامت الحكومة بتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية من البلاد لتحسين وضع النساء وتخفيف وطأة الفقر. تأسست هذه التعاونية على مساحة 20 هكتارا عام 1988، وتساهم الآن في دعم 13 امرأة فقيرة ممن لا يمتلكن الأرض مع عائلاتهن. وتعتمد الجمعية التعاونية على سقاية المحاصيل الزراعية على مدار السنة، ولقد قامت الدول بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان ببناء عدد من السدود الصغيرة ذات الاستخدامات المتعددة، ويقع أحد هذه السدود بالقرب من مبنى الجمعية التعاونية. والهدف من وراء هذه السدود هو تأمين الماء الذي يعد مصدر الحياة للمناطق المحرومة منه، حيث أثبتت أهميته بالنسبة للمزارعات من النساء. وتتوزع النساء على مجموعات من امرأتين، وتقوم كل مجموعة على مدار الأسبوع بمختلف نشاطات الجمعية، وبالنتيجة فقد خضعت النساء لدورات حول الفصول والاحتياجات الغذائية من النباتات المختلفة ونوعية التربة والحفاظ عليها واستخدام الدورات الزراعية، حتى أن النساء يمارسن أعمال الطبخ ويأكلن هناك. تباع المحاصيل النباتية المطلوبة في المنطقة في السوق المحلية كالفاصولياء والسبانخ والبصل والجزر والباذنجان، وتقوم النسوة بجني أي محصول جاهز أسبوعيا، والمحصول الآن هو السبانخ والباذنجان. وينبغي هنا أن تحدد النساء كم من الأرباح ستعود لشراء البذور والمعدات الضرورية للموسم المقبل من المزروعات. يترتب على النساء الانتقال إلى القرية حتى يباع المحصول وتؤمن لهن وزارة الزراعة وسائل النقل. الخضروات الطازجة موضع طلب دائم، كما أن المشفى المحلي يشتري نصف المحصول أسبوعيا ثم يبيع بقية المحصول حسب توزيع السوق للمستهلكين العاديين. ومن مشاكل الجمعية التعاونية السرقات التي تقوم بها تجمعات القرود ومجموعة السكان المحليين التي تسبب إزعاجات مستمرة للنسوة، عدا عن أن الأسلاك الواقية تحتاج إلى إصلاح مستمر. السد أيضا بحاجة إلى أعمال الصيانة، لأن الأمطار الموسمية قد تسبب الضرر له مؤدية إلى حدوث خسارة في الماء. ويقوم المسؤولون في وزارة الزراعة بفحص السد بشكل منتظم وبإجراءات الترميم المناسبة.
وقد رفع النمو الاقتصادي السريع بتسوانا على مدى 20 سنة من بلاد ذات دخل منخفض إلى بلاد ذات دخل متوسط. فالجمعيات التعاونية كهذه تساهم فعلا في تخفيف الفقر بالاعتماد على البيئة كمصدر للرزق والطعام. لقطة الأسبوع. صورة ليلية نادرة لوحيد القرن الإفريقي في بركة مائية، ومن الخطر الاقتراب منه لأنه عصبي المزاج، يهاجم إذا تعرض إلى أقل إثارة، ويقضي على حياة عدد من الإفريقيين سنويا، أكثر مما تفعل السباع والوحوش المفترسة.